نروح بقى لفقرة تصريح وتعليق، وتصريح من الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي قال حققنا الفوز الثالث على التوالي في التصفيات الخاصة لأمم أفريقيا، نحقق الفوز في كل مبارياتنا منذ الخسارة ضد أثيوبيا، وأضاف لم نقدم أفضل أداء ممكن لكن ظروف المعسكر كانت صعبة جدا، حيث ظهر الإرهاق على اللاعبين وبعض الإجهاد على لاعبين الأهلي بعد إنجاز دوري أبطال أفريقيا. قال كمان كان بإمكاننا أن نسجل هدفين أو ثلاث أهداف في الشوط الثاني، وكان فارق الخبرة بيننا وبين غينيا واضح. استكمل تصريحاته وقال المعسكر كان نموذجيا، اللاعبون كانوا ملتزمون ويركزون فقط على تحقيق الفوز ضد غينيا، لذا أوجه لهم الشكر وأقدم التحية أيضا لفيتوريا والجهاز الفني. ختم كلامه وقال الكابتن حازم إمام نتقدم خطوة بخطوة نحو الأمام، لدينا مباراة ودية مهمة ضد جنوب السودان، بعد ذلك سنخوض مباريات ودية أقوى من أجل تحسين تصنيفنا الدولي. الآن مصر ضمن أفضل خمس منتخبات في أفريقيا ووفقا لتصنيف الفيفا، ده الوضع. نريد أن نخوض أمم أفريقيا على رأس مجموعة وليس ضمن التصنيف الثاني. الحمد لله ماشيين بخطة جيدة نحو الكان، ولكن برضو التصفيات الخاصة بكاس العالم طبعا أكيد هيكون عليها أنظر كثيرة جدا. بالورقة والقلم عدد المنتخبات لما زاد بحصة طبعا القارة الإفريقية، مفروض أن احنا نكون قريبين جدا من الوصول إلى كاس العالم، ولكن مش هو ده الغرض. يعني أصبح الغرض أن أنت تكون توصل لكاس العالم ده حاجة بايخة، مش هينفع ده يكون الهدف اللي احنا عايزين نحققه. أكيد ده هدف أولي، ولكن لازم يكون النظر للصورة كاملة اللي تتضمن برضو أداء وظهور مشرف لمنتخب مصر. مش لازم نكسب كاس العالم، ولكن لازم يكون عندنا ثقة نحن نعمل حاجة ملفتة في كاس العالم، زي ما منتخب السعودية مثلا قدر يحقق فوز على صاحب لقب كاس العالم، المنتخب الأرجنتيني قدر يعمل ده في دور المجموعات في الجولة الأولى من دور المجموعات في كاس العالم. احنا نقدر نعمل ده، نقدر نعمل ده. منتخب المغرب طبعا اللي رفع سقف الطموحات عند كل المنتخبات العربية والإفريقية انهم يكونوا قادرين على التواجد ضمن المنتخبات الأوروبية اللي هي صاحبة الباع الأكبر في تحقيق ألقاب بكاس العالم، اصبحنا موجودين. طبيعي ان احنا كجمهور، انا اصنف نفسي طبعا كجمهور في اوقات انا ببقى قاعده بتفرج زي اي حد قاعد بيتفرج، انا ببقى غيرانه وعايزه منتخب بلدي يوصل للحته دي. فان شاء الله تكون الخطوات اللي جايه بتوصلنا لمرحله نشعر فيها بفارق وطفره على مستوى منتخبنا الاول لكره القدم. نروح بقى لتعليق البرتغالي روبي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني على العروض اللي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، بيأكد أنه مستمر في مهمته مع الفراعنة. قال فيتوريا هذا أمر طبيعي يحدث لأي مدرب، أشعر بالسعادة بسبب النتائج الجيدة اللي بقدمها وهي معروفة للكل، ولكن العروض شيء غير جديد ويحدث. أضاف كمان بالرغم من المشاكل اللي أحيانا بتحدث معانا زي مثلا مواعيد الماتشات، لكن أنا سعيد مع منتخب مصر ومستمر معاه. قال كمان هناك تفاهم قوي جدا بيني وبين اللاعبين وطريقة التواصل رائعة بيننا، أشعر بالراحة مع منتخب مصر، لهذا أكرر أنني مستمر. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمستر وي فيتوريا اللي بجانب ظهوره مع منتخبنا الوطني على المستوى الفني تحس ان هو مندمج كده في المجتمع المصري، بيظهر في مناسبات كتيره على المستوى الاجتماعي، ظاهر بقوه، تحس مستمتع بتواجده في مصر، ودي حاجه مهمه ان تحس ان في ترابط كده ما بين المدرب او المدير الفني منتخبنا الاول والبلد، ان هو يكون حاسس بان هو بينتمي اليها، يكون واقف كده وقت عزف النشيد الوطني حاسس بقيمه تيشرت منتخب مصر، حتى لو هو مش مصري، لكن دي حاجه بتكون مهمه جدا بتفرق معانا. شفناها مع مستر هكتور كوبر، كان بيتاثر بالنشيد الوطني، كان بيبقى واقف وحاسس بيه، فدي حاجه مهمه جدا، بحس ان هي بيبقى ليها مردود على الروح بشكل عام داخل غرفه الملابس، بتتم برضو تصديرها للاعبين من خلال الجهاز الفني حتى لو بيديره مدير فني اجنبي. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه.